بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم مشاهدينا الكرام متابعينا عبر الجزيرة الرياضية، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة في هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم وشوط المباراة الثاني من لقاء انتر كلوب والهلال ضمن المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الجولة الثالثة. انتر كلوب والهلال، شوط المباراة الأول انتهى بتقدم فريق انتر كلوب بهدف حملة توقيع اللاعب جواو من ركلة ركنية تبعها اللاعب جواو. شوط المباراة الثاني يبدأ أمامنا الآن. شوط أول كان الأفضل فيه فريق نادي انتر كلوب، لم يظهر الهلال بقيمته المعهودة، ونتمنى بإذن الله أن يستفيق ويفيق مع شباك فريق نادي انتر كلوب بإذن الله بهدف أعاول أقل تقدير أن نجده من جانب لاعبي فريق نادي الهلال. الهلال سجل هدفا ولكن ألغي بقرار من حكم المباراة. شوط المباراة الثاني لا تغييرات لا مستجدات في تبديلة السيد في تشكيلة السيد كارسيتو. هنا محاولة بنفس العزف الذي كان في الشوط الأول، ها هو يعزف على الأطراف مجددا فريق انتر كلوب. كرة عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى أليكس، يبدأ بضغط لفريق انتر كلوب. كرة عالية مرت من الجميع ومحاولة وصلت الأمام إلى أمبوتو أو توماس. هنا أمام هيرنان توماس، هيرنان توماس في منتصف الملعب يلعب كرة أمامية ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. الهلال المعز محجوب حراسة المرمى، لدينا في الدفاع عبد اللطيف بويا سيف مساوي خليفة أحمد و منتصف الملعب نزار حامد عمر بخيت و مدثر كاريكا إيكانجا إبراهيم السانية وإدواردو سادومبا في خط المقدمة. في الجانب الآخر يلعب الهلال على يسار الشاشة بلونه الأزرق، على يمين الشاشة فريق انتر كلوب باللون الأبيض، ويلعب بماريو حراسة المرمى، هيرنان توماس وفابريسي مانفوتو، باكا ألفارو، أودمار فيرجانا، منتصف الملعب إيريس فرنانديز الشير بأليكس أفضل لاعبي انتر كلوب، أوليما وأنطونيو جوستو الشهير بباتي، وفي الأمام بانزو و هذه هي تشكيلة فريق انتر كلوب. هنا محاولة أمامنا، يلا يا ساسا، محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن في أحضان حارس المرمى، في أحضان حارس المرمى. ثاني ثنائية أو اتفاق نجد بين إدواردو سادومبا وبين سادومبا داخل منطقة الجزاء. كورة ملعوبة لسيف مساوي، سيف مساوي إخراج الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الشوط الأول تحدثت عن أمر وعن الإشكالية الموجودة كانت في الهلال وغياب طبعا القائد هيثم مصطفى. تحدثت بأني سألت راؤول جونزاليس، وهذه أذكرها فقط لنستفد منها. سألته وهو في نادي السد القطري عن كيف تلقى خبر نهاية مسيرته مع فريق ريال مدريد وانتقاله إلى لاعب الألماني. قال لي بأن ريال مدريد كيان عظيم، تمر الأجيال ويبقى الكيان راسخا واسما كبيرا، ولكن في التعامل مع مثل هذه الأمور ذكر لي حادثة بسيطة جدا لفرناندي هيرو عندما مع المدرب ديلبوسكي. دخل فرناندي هيرو في خلفية مع المدرب ديلبوسكي، قال لي كل المشاكل لا تحل إلا داخل النادي، الاجتماعات داخل النادي، رغم وجود قناة ريال مدريد ورغم وجود ماركة المعروفة والصحافة التي تساند ريال مدريد، ولكن لا يعطى أي شيء للإعلام، تحل المشاكل والفريق يظهر برونقه الجميل. وبالتالي هذا الدرس الذي يقدم في التعامل الإداري مع اللاعبين إن كان عظيما أو أي كان أي لاعبا، هذه نقطة، وتعاطي وسائل الإعلام لهذه الأحداث. نحن بكل أمانة في السودان إشكاليتنا إشكالية إدارية في الرياضية وإشكالية لبعض الإعلاميين، بعض الإعلاميين وإشكالية إدارية، متى ما حلت أعتقد أننا نجد نصق على أرض الواقع بأفضلية وبإيجابية لكرة القدم السودانية. كرة ملعوبة أمامنا، إدواردو سادومبا تسديد على حدود منطقة الجزاء، ما زال السودان ينتظر هدفا لإدواردو سادومبا أو لقطة لإبراهيم السنيه أو لعبة قادمة للخلف إن كان إيكانجا أو بخيت أو نزار. سيف مساوي يلعب كرة أمامنا وخطأ، خطأ لخليفة، خطأ على اللاعب أودماير بيرجانا،
السلامة، السلامة لخليفة، خطأ لصالح الهلال. عمر بخيت يلعب كرة في الأمام، عمر بخيت وصلت هنا أمام الكرة العرضية يوسف محمد، رأسية عن طريق إدواردو سالومبا ومرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب عن طريق إدواردو سالومبا. يظهر يا ساسا، يظهر وبان، فقد طال الانتظار وطال الشوق، ظهر في المباراة الماضية أمام المريخ بهدف رائع لإدواردو سالومبا، ولكن طال الانتظار لساسا أو للتوربيدو الهجومي الذي ظل في كل مباراة يتألق سواء كان أفريقيا أو كان يعني هو الهداف التاريخي لفريق نادي الهلال كمحترف، هو الهداف التاريخي مع فريق نادي الهلال إدواردو سالومبا. 7 أهداف حتى الآن، 7 لإدواردو سالومبا، 3 أمام كابس يونايتد، 1 أمام الجيش النيجيري، 1 أمام الاتحاد الليبي باماكو سيركل، وأمام كابس يونايتد 11 وأمام المريخ بالهدف الأخير. 7 أهداف لإدواردو سالومبا حتى الآن، إذن هو الهداف الأفريقي التاريخي لفريق نادي الهلال. نتمنى أن يترسخ هذه القيمة، نتمنى أن تترسخ في مباراة اليوم بهدف لإدواردو سالومبا، هدف التعادل. تمريرة من جانب ساسا يلعب لنزار حامد، عادت عن طريق أودماير بيرغانا، كرة في الأمام ملعوبة، حاول وصلت هنا عبد اللطيف بويا، يلعب الكرة في الأمام عبد اللطيف بويا، مرت إلى رمية التماس الجانبية، سانية تدخل بين سانية وبين القائد جواو، رمية التماس وهيرنان توماس يلعب رمية التماس في الأمام، عادت لصالح انتر كلوب، توماس بشكل خاطئ، بوي بوي يلعب كرة أمامية وبمبدأ الضمان جواو إلى رمية التماس جانبي، رمية التماس لصالح الهلال عبد اللطيف بوي، عمر بخيت، تمريرة ملعوبة أمامية عبد اللطيف بويا، كرة عرضية ولكن رأسية دفاعية من جانب اللاعب سيف مساوي، مساوي في منتصف الملعب مع خليفة، تمريرة ملعوبة لعمر بخيت، عمر يتقدم أمامنا، تمريرة من جانب عمر، وصلت المحاولة إلى إيكانجا، إيكانجا تمريرة أمامية لسانية، يظهر لسانية يحاول على حدود منطقة الجزاء ولكن زحمة دفاعية تقطع الكرة وانطلاقة وهجمة خطيرة، حاول هنا أمامنا للتقدم عن طريق أونيو ولكن عرقلة وخطأ على يوسف، خطأ على يوسف، شوط ثاني يبدأ على نفس وتيرة شوط المباراة الأول وما زلنا في انتظار اليقظة والصحبة للاعبين داخل أرضية الملعب وأدائهم من جانب فريق نادي الهلال. عرقلة كانت في الكورة الماضية ليوسف، عرقلة من جانب يوسف محمد، وبيدريت أعتقد أنه حتى الآن راضي عن فريقه ما يرى الآن، فريق يسجل وفريق يهجم ويشكل الخطورة حتى الآن. على حدود منطقة الجزاء، كرة هنا ملعوبة تسديدة في حائط الصدي لخارج أرضية الملعب، ركلة ركنية، والحذر ثم الحذر لأن لا يعاد سيناريو الهدف الأول، تقدم جواو صاحب الهدف وصاحب الركنية هو نفسه وبنفس الملامح،
أنطونيو كوستو. ركلة ركنية ليندر كلوب. كرة ملعوبة إلى ركلة مرمى. المعز يلعب كرة في الأمام. المعز عالية طالت إلى رجل تمازجن. حتى الآن 55 دقيقة من عمر المباراة. 55 دقيقة. لو حسبنا في 55 دقيقة عدد تمريرات الهلال، عدا الهدف الملغي، عدا الهدف الملغي الذي جاء من 5 تمريرات متتالية، لم تتكرر 6 تمريرات لفريق الهلال. هنا محاولة أمامنا وخطيرة، يوسف محمد بميلان دفاعي وعمق ممتاز من جانب يوسف محمد في الكرة الماضية. كاريكا ما زال يحاول ولكن وحيدا يتيما حتى الآن، وحيدا يتيما مع الكرة كاريكا. الهلال يفتقد لجماعية الأداء، وشفنا لما أتى الهدف ولعب جماعة كرة، لعب كرة فيما بينهم جاء الهدف. عموما سادومبا استلام، عرقلة سادومبا، ما زال يحاول يبحث عن زميل خليفة. يوسف محمد، تغيير اتجاه اللعب من جانب يوسف محمد. عبد اللطيف بويا ليوسف محمد مجددا. كرة ملعوب، عمر بخيت، عمر في منتصف الملعب يلعب كرة في الأمام بشكل خاطئ من جانب عمر بخيت. ليس هو الهلال، ليس هو الهلال، بل شبح الهلال واسم الهلال فقط، ولكن أقدام اللاعبين وواقع أقدامهم ليس هو الهلال الذي عرفناه والذي شاهدناه في الجولات الماضية على أقل تقدير، أو في منافسات أريد أو قيمة الأسماء الموجودة داخل أرضية الملعب لم تنطلق وتبان حتى الآن. كاريكا بالسرعة، حاولات حتى الآن بجانب فردي من جانب كاريكا، حاولات كلها فردية، كلها فردية، وأمام الجماعية الجماعية وتغلب يا كاريكا. تلعب الكرة أمامية، رمية التماس، يوسف محمد يلعب رمية التماس، وصلت لخليفة يحاول المرور، مرور من جانب خليفة بصورة ممتازة، خليفة لإبراهيم الثانية. 1-2، شايفين كم لاعب باللون الأبيض، كم لاعب باللون الأبيض أمام كم مهاجم باللون الأزرق. كرة عادت مجددا، وصلت للمعز محدود. أعتقد ومن وجهة نظر الشخصية مهند الطاهر الموجود على دكة البدلاء، الحل في التسديدات وحل التسديد حل هام، بما أننا لا نرى هجمات حقيقية ولا نرى قطاع هجومي واضح من جانب لاعبي الهلال، في بعد كاريكا عن منطقة الجزاء وعن المهاجمين، في بعد إيكانجا حتى الآن الذي يؤدي بأدوار دفاعية زائدة عن اللزوم. وبالتالي مهند الطاهر وحل التسديد حل هام جدا بيسرى مهند الطاهر. رمية تماس جانبية وكرة تلعب توماس، خليفة، يوسف محمد يلعب الكرة لإيكانجا، تحويل من مكان إيكانجا. هنا محاولة إبراهيم الثانية ومرت الكرة، خطأ لصالح إبراهيم الثانية، خطأ لصالح إبراهيم الثانية. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة أبعدت، عادت هنا أمامنا. كرة عرضية، حاول إدواردو سادومبا، نزار حامد، نزار تمريرة ملعوبة لكاريكا، كاريكا ولكن طالت، طالت عاد إلى خارج أرضية الملعب. Thank you.
تبديل إلى داخل أرضية الملعب من جانب فريق إنتر كلوب، ونرى مادين هونانو إلى داخل أرضية الملعب. خروج ليباتي ثاني أخطر اللاعبين بعد صاحب الرقم 10 إيرس فرنانديز أليكس. إذن نونو يدخل إلى داخل أرضية الملعب، لاعب وسط مهاجم، لا يكتفي السيد بيدريتو بالتأمين على الهدف ولكن يحاول زيادة الغلة وشغل الهلال بالجوانب الدفاعية لأن يلغي الجانب الهجومي اللي هو بالأساس لم يظهر بصورة حقيقية حتى تقدم أمامنا. محاولة وصلت هنا في الأمام، البحث عن كرة عرضية ملعوبة ولكن عبد اللطيف بوي في وجود وعاد من عمر بخيت، خطأ يحتسب حكم المباراة أنطونيو رافائيل حكم من ملاوي. قدمت 11 حكم في مسيرتها، 3 منهم حكموا للسودان، آخرهم كان كلينتون إنجوستيا الذي حكم لقال مريخ والاتحاد الليبي 2009، وهذا هو الحكم الثالث الذي يحكم للفرق السودانية. تمريرة أمامية مرت لرمية تمس. رمية تمس ملعوبة لسادومبا، كرة عادت مجددا هنا أمام عبد اللطيف بويا، نزار حامد، تقدم عن طريق خليفة، نزار تمريرة ملعوبة لمدثر كاريكا، كاريكا يتقدم أمامنا تسديدة من مسافة بعيدة عن طريق كاريكا وصلت لنونو، يلعب كرة أمامية، حفاظ على الكرة عن طريق سيو خليفة، تمريرة في الأمام لسادومبا. شوف يضطر لاعب الهلال يضطر للعودة الأمامية، سادومبا أو كاريكا يضطر للعودة. أرى بكر المدينة من الممكن يكون حلا قادما لنادي الهلال، نرى بكر المدينة من الممكن يكون هو الحل القادم إلى داخل أرضية الملعب. لا سادومبا ولا سانية يقلان أداء وخطورة عن بكر المدينة، بل فعاليتهم من الممكن أن تكون يعني لغياب بكر المدينة لفترة طويلة، ولكن أعتقد أن الإشكالية في منتصف الملعب وليست في خط المقدمة، في إسناد المهاجمين بكرات حقيقية. اللاعب بيستلم الكرة وظهره للمرمى، لا يجد الحل لأن يبني الهجمة في المنطقة الأمامية أو يلعب ما. يضطر لإعادة الكرة في الخلف للقادمون من الخلف وهكذا. أودماير بيرغانا الشهير بي نعم بكر المدينة قادم إلى داخل أرضية الملعب، ونزار حامد إلى خارج أرضية الملعب. إذن بكر المدينة، لدينا بكر المدينة، إبراهيم أساني، إدواردو سادومبا، ومدثر كاريكا، أربعة مهاجمين صريحين، 2 منهم في خط المقدمة، ولاعب يلعب دور المساند من منتصف الملعب وهو مدثر كاريكا. نلعب حتى الآن في 64 دقيقة مشاهدين من عمر المباراة، وحتى الآن قدم إنتر كلوب هدف. خطأ لصالح فريق إنتر كلوب، بيبي ونونو توجيهات المعز، إنتر كلوب يتقدم في مباراة إحياء الآمال حتى الآن. تسديدة ملعوبة مرة إلى خارج أرضية الملعب،
أودماير بيرغانا. حضور حتى الآن لجماهير فريق إنتر كلوب، حتى جماهير إنتر كلوب خلال المباريات الماضية ليست تلك الجماهير التي تقارن ببقية الأندية، رغم أنه من أشهر الأندية لفريق إنتر كلوب. جمهورها جمهورها الفريق الذي تأسس في 53 وأول لقب له عام 86، أول لقب عام 86 بطولة كأس أنغولا التي أحرزها 3 مرات، الدوري مرتين 2007-2010 والسوبر الأنغولي 3 مرات. موكو إلى داخل أرضية الملعب، موكو هو اللاعب الذي يأتي إلى داخل أرضية الملعب. كرة ملعوبة أمامية، محاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ربنا ستر على الكرة المرمى. وكالعادة يا جارسيتو هي الكرات العرضية، وكالعادة يا شباب هي الكرات العرضية ولا غيرها. تتواصل في ظل ردة فعل جماهيرية كانت تنتظر هدف ثاني، وربنا ستر وربنا ستر بهذا الأداء الذي أراه للهلال، وهو أسوأ أداء يقدم الهلال منذ انطلاقة مشاركته حاليا في هذا العام من الدوري التمهيدي إلى مباريات دوري المجموعات، أسوأ أداء يقدمه الهلال حتى الآن. وإنتر كلوب الذي تلقى هزيمتين قاسيتين من المريخ ومن أهل شندي، لاعب كيف ما يشاء في هذه المباراة. طريقة لعب مستحدثة من غارسيتو لأداء لاعبين لم نراه من قبل، وكأننا نرى أشباحا للاعبي الهلال ولهذه الأسماء داخل أرضية الملعب. كرة ملعوبة أمام بكر المدينة، يلا يا بكري، كرة عرضية، اللمسة الأولى لبكر المدينة، ولكن كالعادة هم اعتمدوا على الكرات العرضية ونحن كراتنا العرضية كلها تجد ماريو، تجد ماريو. كرة ملعوبة في الأمام، سيف مساوي مع المعز، عندك كم لاعب، كاريكا والمدينة والسانية وسادومبا وإيكانجا كلهم قادرين على خلق جبهة هجومية من خلال التمريرات أو من العمق، ولكن ما زال مصر فريق الهلال على لعب الأطراف في ظل خط دفاعي حديدي اسمنتي حتى الآن، وحارس مرمى لا يشق له غبار من حمار وهو ماري. لن يتغير الحال إذا ما استمر على هو على ما هو عليه. كرة في منتصف الملعب، تمريرة من جانب عمر بخيت، سادومبا مرت لرمية تماس جانبية، إدواردو سادومبا يلعب الكرة، خليفة عارف مجددا تلعب الكرة أمامية، وسلام لعمر بخيت. لصالح إنتر كلوب، ونلعب في الدقيقة 69 من عمر هذه المباراة، والوقت يمر مسراعا على فريق الهلال. خليفة لكاريكا، كاريكا ليوسف محمد، عاد في كاريكا، الضغط على كاريكا وسط خلاص الكرة، ولا هجمة حقيقية للهلال في شوط المباراة الثاني، ولا هجم حقيقية للهلال في شوط المباراة الثاني. رمية تماس جانبية وتمريرة ملعوبة في الأمام، انطلاق عن طريق البديل نونو، نونو يبحث عن كرة عرضية، وسيف مساوي في التوقيت المناسب. يلا يا شباب همتكم يا شباب، يوسف محمد قدم أمامه، يوسف محمد يلعب كرة في الأمام، يلا يا سانيير، تقدم عن طريق سانيير، ولكن التغطية الدفاعية من جانب اللاعب جواب. رمية تماس ملعوبة من بكر المدينة، بكري يحاول التقدم أمامنا، بكري يبحث عن زميل، كاريكا تمريرة كده يا شباب داخل منطقة الجزاء، يلا يا بكري، شايفين يا شباب بمجرد أن نقلوا الكرات بهذه الطريقة واقترب اللاعبون أو فريق
رجعنا نرى الهجمات بصورة حقيقية والحذر من المرتدات. انطلاقة أمامية وتقدم عن طريق موكو البديل موكو وعبد اللطيف بوي بتغطية وصلت هنا إلى أليكس. أليكس يحاول التقدم أمامنا وحوار بين أليكس وبين استخلصها أليكس. عرض مجددا حق المباراة يقول مشي عالية والمعز أمامنا في مواجهة كو وخرجت إلى خارج أرضية الملعب. كرة عالية رأسية من جانب ثانية ضالت إلى رمية تماس جانبية رمية تماس ملعوبة عن طريق اللاعب نونو بكري يلعب كرة لسادومبا وين المساندة سادومبا تسديدة ويظل الحل الفردي يظل الحل الفردي وقفت المساندة أمامنا عن طريق اللاعب إيكانجا إيكانجا مشي إيكانجا حاول هنا أمامنا تسديدة عن طريق خليفة عارف مجددا بدأ يضغط الهلال بدأ ينشط الهلال كرة عرضية عالية إلى خارج أرضية الملعب ما زالت أمامنا يا سلام يا سلسة نعم بالجماعية تأتي الهلالية والهدف الهلالي الأول نعم بالجماعية افتقدناها ويظهر ويهل الهلال الآن بهدف أول كده يا شباب ولا بلاش كده اللعب ولا بلاش بهذه الجماعية يدون الهلال الهدف الأول هدف التعادل يأتي لصالح نادي الهلال. تقدم عمر بخيت ودفت الخلف تقدمت للأمام وشاهدنا الجماعية واللمسات الأمامية الهلالية وأتى سادومبا بهدف هلالي أول. هل إدواردو سادومبا يسجل الهدف الثاني له في بطولة في دوري المجموعات؟ إدواردو سادومبا كرة عالية قيمة كانجا رغبة كانجا وإصرار كانجا ورأسية سادومبا وهدف أول يأتي بلقطة رائعة تماما. هي خمس تمريرات هي الثانية بعد خماسية التمريرات للهدف الأول تأتي خماسية التمريرات الثانية. خمسة لاعبين مرر الكرة من بكر المدينة لعمر بخيت ليكانجا والخامس إدواردو سادومبا وضعها في المرمى. هدف نتمنى يخلف أداء لاعبي الهلال بهذه النشوة حتى الآن. نلعب في 73 دقيقة التعادل أفضل من الهزيمة التعادل أفضل من الهزيمة. كرة ملعوبة تمريرة باك ألفارو يلعب كرة في الأمام اللي البديل نونو كاريكا كاريكا يوسف محمد ممتاز يا يوسف محمد بكر المدينة حلو يا شباب وطالت معلش إلى رمية تماس جانبية طالت على كاريكا لرمية تماس باكو ألفارو رمية تماس كرة ملعوبة عن طريق باكو ألفارو يوسف محمد وصلت لسادومبا بدأ الهلال ينتشي وبدأ يظهر الهلال بقيمته وتمريرة مرت وعادت مجددا إلى هيرنان توماس من بعد الهدف ثقات نفوس لاعبي الهلال. تمريرة ملعوبة أمامنا وعبد اللطيف بوي بمبدأ السلام إلى رمية تماس جانبية رمية تماس عن طريق هيرنان توماس هيرنان توماس حاول خليفة يبعد الكرة أمامنا تقدم أمامنا وتمريرة ملعوبة على داخل منطقة الجزاء المساندة من الخلف عن طريق أوليما أوليما يلعب الكرة العرضية والتغطية الدفاعية وصلت هنا أمامنا لمدثر كاريكا تكاريكا يمسك بزمام المبادرة الهجومية ويلعبها عالية لسانييه وين سانييه في مصيدة التسلل في مصيدة التسلل لو استمر الحال على ما هو عليه ثالث في المواجهات هنا كرة أمامية وخطيرة في أحضان المعز خطيرة من وين جاء الراجل من وين جاء الدو كيف يترك بهذه الطريقة جارزيتو أعتقد لديه ألف ملاحظة دونها في مباراة اليوم ألف ملاحظة دونها في مباراة اليوم ولكن سؤال عن طريقة اللعب موجه للأستوديو التحليلي
السؤال لأهل الاختصاص عن طريقة اللعب التي يلعب بها أو عن كم لاعب يلعب لأول مرة في هذا المركز من جانب لاعبي الهلال. هذا ما أثر بصورة واضحة على أداء لاعبي نادي الهلال، تحول بصورة مفاجئة لتشكيلة أول مرة نراها بهذه الطريقة أو بصورة مستحدثة في مباراة هامة بهذه الطريقة. أعتقد أن أهل الاختصاص في الاستوديو التحليلي لديهم رؤية فنية ودراية أفضل في هذا الأمر. كرة عرضية ملعوبة مبعدة من جانب بويا عبد الله، بويا تمريرة وصلت لخليفة، خليفة يلعب الكرة مع الممثل كاريكا، كاريكا يلعب كرة أمامية ولكن في التوقيت المناسب يبعدها اللاعب بيرتس. عادت مجددا، واحد اثنين، خليفة العب يا خليفة، خليك مع صفرة الحكم والعب يا خليفة. كرة أمامية، تقدم عن طريق أليكس، أليكس بكرة أمامية، خطيرة خطيرة الكرة الماضية، كاد أن يفعلها وخليفة أرض على حكم المباراة ولكن إلعب على الصافرة، فالهجمة لفريق إنتر كلوب. أليكس كاد أن يفعلها بكرة كادت أن تعانق الشباك مباشرة ولكن مرت بسلام ويقظت المعز في التوقيت المناسب إلى ركلة ركنية، 1-1. إذا استمرت يكون التعادل الثالث في مواجهات الأندية الأنغولية مع الفرق السودانية. لعبوا حتى الآن الفرق الأنغولية مع الفرق السودانية 12 لقاء. أول لقاء كان بين براميرو والموردة عام 94، أول لقاء براميرو والموردة عام 94، وتوصلت عدد المواجهات 12 مواجهة، 5 مواجهات فازت الأندية الأنغولية، 5 مواجهات فازت الفرق السودانية، والتعادل مرتين. هذا اللقاء رقم 13، الكفة ترجح من بإذن الله نراها زرقاء هلالية سودانية. تشجيع هنا ومؤازرة من مجموعة من الممكن أن تكون هي الألتراس الخاص بنادي إنتر كلوب. تشجيع وترابص على أنغام الهدف، إيد حتى الآن لفريق إنتر كلوب، هدف الوحيد وأول هدف له في دوري المجموعات، والقلق واضح على محيا جارسي. مانوتشو لاعب مقلق حاله حال رقم 10 أليكس، لاعب مقلق حاله حال أليكس. مانوتشو إلى داخل أرضية الملعب، لاعب صاحب 24 عام ويلبس الرقم 24 ومع أليكس من أخطر اللاعبين، هو واللاعب أليكس صاحب الرقم 10 للاعب مانوتشو من أخطر اللاعبين، وبالتالي وجب أخذ حيطة والحذر لهذا على هذا اللاعب. كرة خطيرة بالنيران الصديقة في مرمى الهلال، مرت إلى رمي التماس أو إلى ركلة ركية لصالح فريق إنتر كلوب. نلعب في آخر ربع ساعة من عمر هذه المباراة، بل أقل من ربع ساعة، وربنا يمشيها على خير وبإذن الله نرى هدفا هلال. كرة ملعوبة، أليكس، أليكس يلعب كرة أمامية، كرة في الأمام أو الأمامية تلعب أمامية إلى اللاعب نونو، نونو داخل منطقة الجزاء، نونو يلعب الكرة العرضية ولكن تغطية دفاعية هلالية، وصلت مجددا، كرة عالية وسهلة للمعز، سهلة للمعز، معز يلعب الكرة مباشرة. إيكانجا غايب عن المباراة تماما، ثانية بلمسة رأسية، يحتاج من يموله، أجمد يمد بالهجمات أو بالتمريرات الأمامية لإبراهيم سانية، وستلوح وستظهر قيمته الحقيقية والتهديفية إن وجد لها. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، إيكانجا تغيير اتجاه اللعب من جانب إيكانجا، لاعب معه لاعب بعيد، أشيل الساهل
مشي للساهل إيكانجا. خليفة إيكانجا. عمر بخيت في منتصف الملعب. عمر وخطأ لصالح عمر. خطأ لصالح الهلال. عمر بخيت. نلعب في آخر عشر دقائق مشاهدين الكرام من زمن شوط المباراة الثاني، وما زال حتى الآن التعادل الإيجابي بين الفريقين، نتيجة ممتازة بالنسبة لفريق نادي الهلال. كرة ملعوبة أمامية، تمريرة تلعب أمامنا، والمعز إلى ركلة مرمى، وصلت إلى ركلة مرمى. إذا ما انتهى الحال على ما هو عليه، النتيجة تكون مرضية ورائعة للهلال. سيصل الهلال إلى 5 نقاط ثانيا خلف المريخ، أهلي شندي وإنتر كلوب سيكون بنقطة ورصيد وحيد، بلا أبي رصيد بأول نقطة بالنسبة له. المجموعة الثانية جوليبا المالي نادي ليوبار، جوليبا 4 نقاط، ليوبار بنقطتين، الوداد نقطتين، ونقطة وحيدة لفريق الملعب المالي. أفضل فرق المجموعة الأخرى هو فريق جوليبا المالي، أفضل الأندية هو جوليبا المالي في المجموعة، ولكن إذا ما قرناه بفرق هذه المجموعة، كرة ملعوبة عن طريق كاريكا، حاول على حدود منطقة الجزاء ولكن كرة وصلت إلى حارس المرمى، الحارس ماريو. ماريو يلعب كرة بشكل خاطئ، غلطة الشاطر بألف، يا سلام، ومرت غلطة الشاطر بألف، يا سوبر يا ماريو، غلطة الشاطر بألف كانت خطيرة وفكرة ممتازة عن طريق كاريكا، تسديدة كانت مباغتة وعلى حين غرة من أمام أليكس، ومرت الكرة المافية. كرة عادت مجددا، غلطة بألف من ماريو. كرة ملعوبة في الأمام، استلام عن طريق مانوتشو، نونو يلعب الكرة أمامية، سيف مساوي بضمان وأمان إلى رمي التماس جانبية، شوف كرة كاريكا، تسديدة أتت من مسافة بعيدة عن طريق كاريكا، وبلعبة ممتازة أتت من جانب مدثر كاريكا. ركلة مرمى ملعوبة عالية من المعز اللي سانيع، ولكن مع جواو سانيع، قدم مع سانيع عن طريق سانيع، ولكن مصيدة التسلل وبكر المدينة. ماريو كورة بالأمام من جانب ماريو، سيف مساوي، أليكس، سمعنا عن أليس في بلاد العجائب، وهنا أليكس في أفريقيا جائب لأليكس. كرة ملعوبة مدثر كاريكا بمجهود ومهارة عن طريق كاريكا، والكرة مرت لرمي التماس، عادت في منتصف الملعب. إيكانجا، تقدم عن طريق إيكانجا، إدوارد سادومبا، سادومبا ساسا يحاول تسديدة، يا سلام يا ساسا، تسديدة ممتازة. إبراهيم السنيع يحافظ على الكرة، إبراهيم السنيع يلعب الكرة لخليفة، خليفة تمرير على حدود منطقة الجزاء، يوسف محمد، كرة عرضية من جانب يوسف محمد، تلعب مباشرة في الأمام عطر أم مانوتشو، يلعبها لأليكس، أليكس يتقدم أمامنا، خطير أليكس، ولكن ممتاز عبد اللطيف يا بويا، يمنع أليكس، تمرير أمامية من جانب عبد اللطيف بويا. نونو يلعب كرة في الأمام لأليكس، مرت لرمي التماس جانبية، تسديدة كانت عن طريق إدوارد سادومبا، وكما تحدث الكابتن رشيد المهدية، الحل من الممكن أن يكون بالكرات أو بالتسديدات، عن طريق التسديدات.
ولو كان مهند الطاهر موجود بجانب التسديدات كان من الممكن أن يفعل الدور الهجومي للاعب سانييه وليدواردو سادوم، أو حتى كان من الممكن أن يحرك كاريكا بصورة أفضل، لأنه كاريكا يستلم ولا يجد الحل إلا حلا فرديا. كرة عرضية ملعوبة هنا أمامنا، محاولة وربنا يستر، والكرة للمعز محدود. ألعب يا معز، ألعب يا معز. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، إيكانجا مرور من جانب إيكانجا، كرة أمامية ملعوبة بلا عنوان من جانب إيكانجا، سادومبا والضغط على المدافع جواو بكر المدينة، كاريكا السلام استخلاص بصورة ممتازة لبكري، مشي لكاريكا، كاريكا وطالت على كاريكا، طالت على كاريكا، تجد فابريسي مافوتو، مافوتي يلعب أمامية، سيف مساوي أعلى من الجميع في منتصف الملعب، تقدم يأتي للأمام عن طريق بانزو، بانزو إلى أليكس، أليكس يتقدم للأمام وتمريرة إلى هيرنان توماس، هيرنان توماس مع أليكس، أليكس إلى هيرنان مستخلصة، يلا يا سانييه، تقدم عن طريق سانييه، سانييه إيكانجا، إيكانجا في منتصف الملعب لكاريكا، كاريكا تمريرة ممتازة لكاريكا، بكر المدينة يلعب كرة أمامية لإدواردو سادومبا لجماعية هلالية، وكرة عرضية تبحث عن الثنائية، ولكن التغطية الدفاعية الأنجلية تبعدها. أليكس عادت له مجددا، سادومبا بقيمة ممتازة لسادومبا، قدم للأمام إصرار عن طريق ساسا، ساسا في المرور، ساسا يحاول التقدم، ساسا يتقدم أمامنا، وكرة إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، محاولة هنا واحد اثنين، والكرة الخطيرة التي أتت أمامنا أيضا من الكرة العرضية، كلها دروس تقدم للهلال على الكثير من السلبيات في هذه المباراة. ركلة ركنية لصالح الهلال، كرة ملعوبة عن طريق إيكانجا، كاريكا داخل منطقة الجزاء، يلا كاريكا، كرة عرضية، تسديدة من جانب كاريكا، تسديدة عن طريق كاريكا، ينشط كاريكا، استفاق وأفاق المجموعة الأمامية معه لمنتثر كاريكا، رمية تماس، كرة في منتصف الملعب، الفارو، باكو الفارو، تمريرة بالكعب وصلت لعمر بخيت، عمر يلعب كرة طولية في الأمام، عمر لإدوارد سادومبا، ساسا قدم في الأمام، ساسا وانطلاقة من جانب ساسا، سادومبا يحاول مرور بصورة ممتازة عن طريق سادومبا، مرر يا سادومبا، مرر يا سادومبا، فردية زايدة على زوف الكرة الماضية وصلت إلى أليكس، أليكس يلعب كرة أمامية داخل منطقة، محاولة بالحب ملعوبة، ولكن خليفة أليكس، والكرة في أحضان المعز، والكرة في أحضان المعز، سلام للمعز، نلعب في الدقيقة 89، دقيقة واحدة على ختام الوقت الأصلي لهذه المباراة، ونتيجة التعادل التي تصب في مصلحة الهلال بكل تأكيد، وتلغي انتر كولاب فيما هو قادم، تقصيه من المنافسة على بطاقة التأهل. من الجميل أن نجد في دور نصف النهائي فريق من السودان، من الجميل يا أحمد يا كمال أن نجد فريق من السودان في الدور نصف النهائي، وبإذن الله، بإذن الله تفرح الجماهير السودانية هذا العام بلقب بطولة، في بطولة الكونفدرالية، السودان بلقب وحيد 89 المريخ، وبإذن الله يكرر ويعاد مجددا اللقب لأحد الفرق الثلاثة
سواء كانت الأهلي شنقي أو المريخ أو الهلال. في النهاية هي فرحة سودانية لبطولة خارجية. فرق السودانية من عام 66 وهي تواصل المشاركة. من 66 46 عام في ربوع البطولات الأفريقية لقب وحيد فقط. أجيال مرت وصالت وجالت في الملاعب الأفريقية ومواهب الأفريقية ولكن المحصلة بطولة وحيدة، وبالتالي نتمنى أن تزين أو يزين صدر كرة القدم السودانية بلقب ثاني وبطولة ثانية طال انتظار. انتهى الوقت الأصلي مشاهدين الكرام، ونلعب في الوقت بدل الضائع. نقطة ممتازة تعني للهلال، ولكن هذه النقطة لا تلغي الأداء المتواضع للهلال في مباراة اليوم. بكل أمانة لا نقص على الهلال، ولكن هو الواقع، هذا هو الواقع. قيمة الهلال أكبر من أن نراه هذا الأداء في مباراة اليوم، ولديها الكثير. فقط اللاعبين واستغلال هذه الأسماء داخل أرضية الملعب بصورة إيجابية وصورة ممتازة، والابتعاد عن الخلافات الكثيرة التي تؤثر على نفسية اللاعبين، وهي رسالة ودور قادم لكل الإدارات وللإعلام السوداني بصورة عامة، لأن القادم هو الأهم، ولأن كما ذكرت والله بطولة تنادينا وتنادي الأندية السودانية. أي خلافات أو أي أمر يؤثر نفسيا على اللاعبين ابعدوه جانبا. كرة وتسديدة خطيرة إلى خارج أرضية. أي أمر يؤثر نفسيا على اللاعبين تنازلوا عنه، تنازلوا عنه مهما كان الأمر، تنازلوا عنه. تسديدة كانت تمامنا، ركلة مرمى. 4 دقائق والوقت بدل الضائع. ركلة مرمى، كرة ملعوبة في الأمام من جانب المعز. وصلت لبكري، بكري المدينة يلعب كرة لإبراهيم سانية. سانية بكرة أمامية لبكري. آلك كرة ملعوبة إلى الفارو. الفارو يتقدم أمامنا ويلعب كرة في الأمام، محاولة الاستلام ولكن تغطية. هنا محاولة ما زالت أمامنا، كرة داخل عالية إلى خارج أرضية الملعب. معاوي فداسي إلى داخل أرضية الملعب. معاوي فداسي ومن البديل لم نراه، وهذا ما نتحدث عنه مرارا وتكرارا. تقنية التصوير، تقنية التصوير في القارة الأفريقية سيئة كل السوء يا عيسى يا حياتي، سيئة كل السوء يا عيسى يا حياتي. تبديلات وعديدة في الكواليس تحدث، ومخرجي المباريات بعدد كاميرات يعطيك صورة كاملة عن المباراة. عموما محاولة التقدم عن طريق مدثر كاريكا. إبراهيم السانية تقدم للأمام، سانية تقدم، محاولة التقدم هنا عن طريق سانية وعادت إلى حارس المرمى ماريو المدافع. وصلت في منتصف الملعب عن طريق اللاعب أليكس. أعتقد أن هذا اللاعب أمام أعين وترصد كل الكثيرين أو السماسرة في القارة الأفريقية. هذا اللاعب لم يجلس كثيرا في فريق نادي إنتر بقيمته الكبيرة وبأداء الكبير للاعب أليكس. سيف مساوي، سيف يلعب كرة في الأمام. سيف مرت لرمي التماس جانبية، ثواني معدودة على الختام، حافظوا عليها يا شباب. تقدم هنا أمامنا، وصلت كرة لعمر. عمر في منتصف الملعب يلعب لكاريكا. كاريكا تمريرة في الأمام، يلا يا ساسا، انطلاقة من جانب إدواردو سادومبا. سادومبا يتقدم أمامنا، إدواردو سادومبا تمريرة في الأمام لمعاوية. معاوية يلعب كرة عرضية وفي الأحضان، وفي الأحضان لماريو. صعب أن تفلت الكرة من أحضان هذا اللاعب والكرات العرضية. وفي هذه اللحظات يأتي حكم المباراة السيد أنطونيو رافائيل معلن عن ختام هذه المباراة. أرى بعض لاعبي الهلال رفعوا أيديهم علامة على الانتصار، ولكن أعتقد ما نراه أمامنا أي نعم نقطة ممتازة للهلال، ولكن ليس هذا هو الهلال، ولا هذه القيمة التي انتظرناها من الهلال، ولا هذا الدافع أو هذا الذي يصل إليه لاعب الهلال بأن يفرح بهذا التعادل وبهذا الأداء أمام فريق أقل مستوى من الهلال هو إنتر كلوب. إذا مشاهدين الكرام مبروك هذه النقطة للهلال. غارزيتو عليك تصحيح الوضع بصورة أفضل، و
توفيقا بإذن الله لكرة القدم السودانية فيما هو قادم. مشاهدينا الكرام دمتم ودام حضوركم، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. بعد الفاصل ننتقل للزميل العزيز عبد العزيز البكر ورؤية فنية لهذه المباراة.